في حضرة العميد أو الزعيم يحضر العشق الأبدي. نعود للتاريخ لنحدث الأبناء والأحفاد عن أناس مروا من هنا، فبصموا تاريخ الكرة المغربية ببصمات ستبقى عالقة في ذاكرة الأنام، فيستحي النسيان أن يصل إليها وإن قسى الحاضر على الجيش الرافض للاستسلام. في الموسم الماضي كانت المعاناة في البداية، ولكن الفرسان استدركوا ما ضاع لتطوى صفحة إخفاق جديدة من تاريخ الزعيم المرصع بالإنجازات. واليوم في ثالث بطولة احترافية ومع عودة للقوة التقليدية، كان لابد من خط مسار مشرف للعساكر. رحل خيري وجاء الميلاني فقص شريط الموسم عبر ديربي العاصمة مع الفتح، والنتيجة خسارة بهدف. قال العشاق لكل جواد كبوة، وما هي إلا سحابة صيف عابرة. رحل الجيش لفاس وعاد بتعادل لا طعم له أو لون، فانتظر الكل موقعة الحمامة البيضاء، فإذا بزلزال مدون يهز أركان القلعة العسكرية. هزيمة بثلاثية دقت ناقوس الخطر، فأصابت الهزات الارتدادية جواد الميلاني ليرحل تاركا دكة البدلاء لدحان. في رابع الجولات حط رفاق بن جلون الرحالة في آسفي، وعادوا من هناك بأول انتصار الذي شكل بلسما مهدئا للجراح. وحين عاد العساكر للديار واجهوا خصما صعب المنال اسمه أولمبيك خريبكا، فكان التعادل عادلا في مباراة للنسيان. لملم الفريق الجراح وبحث عن مدرب يصنع الأفراح قبل موقعة نسور الرجاء في البيضاء، فكانت عودة الطوس القادم من عرين الأسود. جاء رشيد أملا في تشييد فريق جديد يعيد البسمة لأوفياء ملوا دور الكومباس وهم الأبطال. بدأ الرجل المهمة في كلاسيكو العاصمتين، رحل وعاد بهزيمة وبفريق بدأت تظهر عليه ملامح الشفاء، وذلك نظرا للأداء الرجولي الذي قدمه رفاق عقال. اللقاء المقبل سيكون ضد بركان، وفيه انتظر الأحباء انفجار بركان عسكري تترجم حممه على شكل أهداف في الشباك البركانية، لكن ذلك لم يحدث ووقع الطوسي في فخ التعادل، ليرحل صوب الحسيمة باحثا عن أول انتصار على حساب أبناء الريف. ولأن لميمون العرسي عاداته وتقاليده، ولأن التلميذ أشل أراد أن يلقن الأستاذ الدرس، لمع رفاق أمغار وأنهوا المغامرة العسكرية وبثنائية. عاد الجيش للقواعد ليحضر لرحلة الجيران صوب القنيطرة، لكن رحلة البحث عن الانتصار تكللت بالفشل. قيل بأن الفريق يلزمه الوقت، وبأنه واجه فرقا عنيدة، وبأن ثاني انتصار سيتحقق على حساب وداد فاس، الفريق الذي لم يعرف طعم الفوز منذ بداية الموسم. حل أبناء خالد كرامة في الرباط بحثا عن الكرامة المفقودة، فأكرموا أهل الدار وحققوا أول انتصار ورسموا صورة قاتمة لمستقبل العساكر في موسم مشؤوم. فالجماهير ملت الانتظار وإن تقبلت الخروج المبكر من الكأس أملا في يقظة على مستوى البطولة. ذهبت الآمال أدراج الرياح، والتساؤلات عن المكتب المسير لاقت آذانا صاغية بعد اجتماع قيل بأنه جمع الجنرال حسني بن سليمان باللاعبين والطاقم الفني. اجتماع كان له مفعول السحر، وههم العشاق وسيرا على الأقدام يوحدون القبلة صوب سلا أملا في نصر مرتقب. رعب الكيلان وأي واحد خصموه لهم حتى يودوك الناس اللي غادين دلالي الفاتر أقول أخرج أنا من دارة وميراتي علي غادي خصوا لحظيني. ألاف حجت صوب الضفة الأخرى لنهر أبي رقرق، فمنهم من بقي خلف الأسوار يصارع من أجل الدخول، ومنهم من بدأ مشوار التحميس والتحفيز ومن قلب ملعب أبو بكر عمار. الجماهير السلاوية بدورها وإن اختار البعض المقاطعة إلا أنها رحبت بالجيران وعلى طريقتها الخاصة.
بدأ اللقاء وفيه دقائق تمر على عجل وأعصاب تغلي من أجل نصر منتظر، وعشاق يجاهرون بالولاء للزعيم في أرض سلاويين الذين رفضوا بدورهم رفع راية الاستسلام وآمنوا بفريقهم حتى الأنفاس الأخيرة. أسدل الستار على ديربي الجيران، وفي التفاصيل ثنائية عسكرية سكنت الشباك السلاوية لتعلن عن ولادة جديدة للزعيم، أو هكذا يقولون. وإن رفض الربان رشيد الطوسي الحديث فلقد طلق الرجل الإعلام طلاقا لا رجعة فيه. طبعا تكون بيت هي، حيث احنا راه دو مير، احنا ما قبل في الترتيب ما قبل الاخير، ولكن هادشي ما تيعنيش بان ما عندناش فريق. كاين فريق، كانوا بعد الظروف اللي دزنا منها شويه عصيبه اللي عطات اللي حاولنا نتغلبوا عليها واخا الوقت كان قليل شويه. الان تنظن بدينا تن اون ريكوت لي فروي ديال هذا الشيء اللي تعطلنا عليه. كنشكر اللاعبين على هذا المستوى اللي قدموا اليوم، على الروح القتاليه. كنا عازمين ان شاء الله لا خيار لنا بالفوز في مدينه سالا. هو ديربي اللي عطينا واحد الزعامه اللاعبين، وكنتمنى من الجمهور فريق الجيش الملكي يسمع الفريق ديالو رجاء ان شاء الله. كيف شاف الجميع؟ فاحنا استطعنا اننا نخرج، ما نقدروش نقول اننا استطعنا اننا نخرج من الازمه، باقي لان حد الساعه يلا حققنا انتصارين باقي في المقاعد الاخرى الحمد لله. هذا غيعطي واحد الشحنه معنويه للاعبين. نتمنى ان اللاعبين يخرجوا من الضغط ان شاء الله، ونتمنى الجمهور اللي كان ماشي نقول غاضب عنا شويه، ما غاضب عنا بزاف، اننا نرجعوا الفرحه للمدرجات ونرجعوا فريق الجيش الملكي السكه ديالو الصحيحه. الجمعيه السلاويه خاضت اللقاء بنقص في الموارد البشريه، فالغيابات بالجملة، كما أن فارس الرقراق يعاني من أزمة مالية أثرت على انتدابات الفريق الذي تجرع مرارة الهزيمة الرابعة على التوالي. وهنا يتساءل أنصار العساكر ماذا عن الدورات المقبلة التي ستجمعهم بخصوم من العيار الثقيل. الزعيم اليوم أضاع البوصلة، وإن توفر على ترسانة بشرية بإمكانها أن تعيد له التوهج واللمعان الذي يستحق، فهل ستستعيد القلعة العسكرية هيبتها المفقودة في قادم الدورات لتكون رحلة الإياب بحثاً عن حصد الألقاب؟ إنه مجرد سؤال.